السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجدير النباتات في المنزل. موضوعنا اليوم هو زراعة البطاطا من نفس الثمرة والحصول على كميات وفيرة بطريقة جدا سهلة وبسيطة. هنا عندنا هاي ثمرة البطاطا، اشتريتها من السوق، هي بهذا الشكل. نشوف هنا مثل النموات الصغيرة، من هذه النموات راح ناخذها ونزرعها، تنبت عندنا النبتة وتحمل كميات كثيرة من البطاطا، أزرعها سنويا وتنجح عندي ويكون الحصاد ممتاز جدا. إذا ما توفرت عندكم بطاطا بهذا الشكل بإمكانكم أن تضعوها خارج الثلاجة لمدة تقريبا 10 أيام إلى أسبوعين، راح تشوفوها تطلع لها نموات أو مثل النتوءات الصغيرة على القشرة بهذا الشكل. راح ناخذ فقط النموات، طريقة جدا سهلة. هذه الثانية، راح نقصها بهذا الشكل، فقط ناخذ القشرة الخارجية. هذه هي اللي راح ناخذها ونزرعها، عبارة عن قشرة. ناخذ هذه الثانية نفس الطريقة، هذه هي كل واحدة من هذه العيون لحصين نبتة لحالها وتكبر وتحمل ثمار كثيرة، فأنا حزرع أكثر من واحدة حتى أحصل على كميات أكثر. هاي هنا يعني عندي قاصتهم، عندي هنا سلتين راح ازرع فيهم البطاطا، اخذتهم نفس الحجم، هذه وحدة وهذه وحدة ثانية نفس الحجم. رح نعمل مع بعض حيلة بسيطة حتى نحصل على ثمار كثيرة وبنفس الوقت تكون النبتة يعني عايشة وباقية محافظة على خضارها في الأعلى. رح نرسم أو نفتح فتحة بالسلة بهذا الشكل على شكل مربع، سويتها على شكل مربع، رح نقصها على هذا الشكل ونسوي الفتحة. قصيتها بهذا الشكل من الجانبين ومن الأعلى وتركتها من جوا او من الاسفل، ما قصيناها. الفكرة حتى لما تحمل البطاطا بامكاني ان استخرج هذه السلة واستخرج البطاطا اللي موجودة او ثمار البطاطا من التربة وارجعها اغلقها بهذا الشكل واضعها داخل السلة الثانية. السلة الثانية مثل ما تكلمنا بأول الفيديو بتكون لازم نفس الحجم. هنا ناني عملت ثقوب في الأسفل حتى ينزل الماء الزائد عند سقي النبتة الثانية، ما تحتاج تعمل بها أي ثقوب. قعدها بهذا الشكل، الآن راح نضع تربة، هستخدم هنا تربة البيت موس، أخلط معها تربة الكومبوست حتى يستفاد النبات من الفيتامينات الموجودة في التربتين. طريقة عمل البيت موس والكومبوست نزلت فيديو على القناة اللي يحب يراجعها. هنا أنا وضعت تقريبا نص السلة تربة هذا الشكل. نضع النبتات، كل ما تكبر عندنا النبتة نزيدها تربة.
نزرعهم على شكل مسافات بهذا الشكل. طريقة جدا سهلة وبسيطة، أتمنى تساعدوني في نشر القناة حتى توصل أكبر عدد من الأصدقاء ليستفيدون من الفيديوهات اللي أنزلها. الكثير من الناس يعني توجد طبقات فقيرة يحتاجون مثل يعني هذه الأنواع من الزراعة ليستفيدوا منها. وزعتها بهذا الشكل، الآن نغطيها بطبقة من التراب. طبعا أنا مرطبة التربة مسبقا قبل ما أبلش أضع النبتات. الآن نسقيها بالماء. السقي يكون مرة واحدة أو مرتين في يوم حسب حرارة الجو حسب نوع التربة. نضعها الآن في مكان توصل إلى ضوء الشمس الخفيف حتى تسهل عندنا عملية الإنبات. بعد أسبوعين من زراعتنا البطاطا كبرت عندنا النبتة بهذا الشكل. بعد 4 أسابيع من زراعتنا البطاطا كبرت وياي النبتة بهذا الشكل، كثرت عندي هنا الأوراق. طريقة جدا سهلة وبسيطة، أتمنى تجربوها في المنزل. نتابع مع بعض إن شاء الله مراحل الإنبات. بعد 2 شهر من زراعتنا البطاطا ما شاء الله كبرت وياي النبتة بهذا الشكل، نموها جدا ممتاز. بالنسبة للري يروى النبات قبل جفاف التربة، والتسميد يكون كل 2 مرات. بإمكانكم استخدام الأسمدة الطبيعية وأفضلها دائما على الأسمدة الكيميائية لأنها لا تضر بصحة الإنسان أولا، وكذلك لا تضر النبتة. بعد 4 أشهر من زراعتنا البطاطا في التربة كبرت وياي النبتة بهذا الشكل، نموها ممتاز جدا. إذا كنت تشوف هذا الفيديو لأول مرة أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وإذا كنت مشترك بالقناة أرجو نشر الفيديوهات اللي أنزلها لتعم الفائدة. هنا أنا راح أضيف بعض التربة للنبتة، كل ما تكبر عندي النبتة أكثر كل ما أزود لها كمية التربة حتى أحصل على ثمار أكثر تحت التربة. طريقة جدا حلوة وسهلة لحصاد البطاطا من قشرة بطاطا فقط، طريقة جدا سهلة وطريقة ممتعة أيضا في الزراعة. بإمكاننا الحصول على ثمار كثيرة من قشرة بطاطا فقط. أرجو منكم دعم القناة، دعمكم لي يشجعني على تقديم الأفضل. نبذل الجهد لإيصال المعلومة، فلا تبخلوا علي بوضع لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وترك تعليق أسفل الفيديو. أعطوني رأيكم في القناة. عندما تنضج البطاطا بإمكاننا رفع اللاصق من مكان الفتحة اللي عملناها في السلة. أشوفكم بداية تكون الثمار. أتركها 4 أسابيع ثانية لأن تنضج البطاطا تماما ومن ثم أحصدها. يسرني اشتراككم في قناتي الزراعية الثانية، قناة أسرار عالم الزراعة. إن شاء الله أضع لكم رابط القناة في أول تعليق وأثبته. أتمنى تشرفوني في زيارة القناة أو تشتركوا فيها أو تدعموها. ممكن زراعتها في شهر 12، شهر 1، شهر 2 وشهر 3 حتى تكون هناك فرصة أكبر لجني ثمار أكثر. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم
وأرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.